احنا السنه دي عندنا 96 لاعب يمكن من اكتر من 20 دوله. بس فعلا كفاءة اللعيبة وانت قاعد بتفرج على ماتشات كلها محمسة جدا. انت داخل قاعد بتفرج على ماتشات مش عارف تحكم مين اللي هيكسب في الاخر. فدي حاجة برضو عاملة جذب جدا للناس انها تتفرج. انا شخصيا في ناس في امريكا بتبعت لي صور ان هما بيتفرجوا مع فرق التوقيت 10 ساعات وبعدين بيتفرجوا على الماتشات دلوقتي وهي الفجر عندهم. فدي حاجه برضو تبسطنا جدا. لكن الاهم من ده بقى النص التاني من سؤالك، وده بيرجع لاستراتيجيه اوراسكوم للتنميه في اخراج احداث عالميه بالحجم ده، ان احنا دايما بنكمل في اخراج الاحداث، مش بنعمل حاجه وبنرميها. فهتلاقي ان احنا مثلا السنه دي دلوقتي احنا بنحتفل بالسكواش على السنه ال11، بعد اسبوعين عندنا الجونة ووتر سبورتس فيستيفال اللي هو بيكون من ثلاث رياضات، الويك بوردنج والكايت سيرفينج والسيلينج. بعديها بشويه هتلاقي بطوله الجولف اوبن للرجال، بعديها بشويه هتلاقي الجونة هاف ماراثون في نسخته السابعه، وبعد كده هتلاقي مهرجان الجونة، وبعد كده هتلاقي أحداث مختلفة للبادل. فاحنا دايما على مدار السنة هتلاقي شهر عن شهر وأسبوع عن أسبوع الجونة بتقدم أحداث مختلفة، إذا كانت في مجال الرياضة ولا مجال الثقافة ولا مجال الانتربرونورشيب ولا مجال الانترتينمنت عامة يعني. وده يرجع دايما لدور الجونة ان هي عندها البنية التحتية ان هي تقدر تساع كل ده. احنا لما ابتدينا البطولة دي من 11-12 سنة ما كانش حد في القطاع الخاص بيجي ناحية الرياضة دي نهائي، وما كانش حد بيعمل حاجة بالحجم ده. واحنا لما ابتديناها كانت حجمها صغير جدا، وقعدنا مكملين فيها علشان توصل ان هي تبقى واحدة من اهم 8 بطولات عالميا زي ما انتم شايفين معنا النهاردة. نجاح التنظيم بتاع البطولة ده هنسيبه للناس ان هي اللي تحكم، لكن احنا زي ما انتم عارفين على مدار ال 12 سنة اللي فاتت واحنا بنقوم باخراج الحدث ده سنة عن سنة، قاعدين بنكبر فيه وبنضيف فيه حاجات جديدة كل مرة. فاحنا في 2010 كنا ابتدينا بس فقط برجال، وبعدين اضفنا السيدات، وبعدين اضفنا الماسترز. لكن اللي بيميز النسخة دي طبعا وجود ان احنا عرفنا ان احنا نستقطب حاجة زي السكواش ريتريت تحت قيادة العالمي جوتيه اللاعب المعروف الدولي، اللي قدر يستقطب اكتر من 30 لاعب من 10 دول مختلفة. هو ان هم ييجوا مش بس ان احنا بنذيع الخبر ده والحدث ده اعلاميا وبنفرج بلدنا عن طريق الرياضة، لكن كمان قدرنا ان احنا نجيب ناس تلعب الصبح وتتفرج على الحدث بالليل وتروح بلدها تنقل اللي شافوه في مصر واللي شافوه في الجونة وشافوا البطولة عاملة ازاي واللعيبة. ودي حاجة حبسطانة جدا وناويين ان احنا ان شاء الله نكمل فيها السنين الجاية. غير كده كمان الملعب السنة دي مختلف جدا، الملعب السنة دي جديد، الارض بتاعته ازاز والخطوط بتاعته بروجكشن، فدي برضو من اول البطولات اللي تقدر اللي تستعمل الملعب الحديث ده. متهيألي الاكسبيرينس مختلفة جدا للسادة الحضور والسبكتيترز كلهم اللي جم. الحمد لله كان عندنا عدد كبير جدا من اول البطوله، مش بس من الربع نهائي او النص نهائي، لا فعلا من اول البطوله والناس كانت مهتمه جدا ان هي تحضر الماتشات. هتلاقوا المدرجات شبه مليانه تقريبا ماتش عن ماتش يعني، ودي حاجه بتسعدنا. واذا كانت تدل على حاجه تدل ان احنا عملنا اللي علينا والحمد لله الحدث ابهر الناس.